خلصت من قراءة القرآن وترتيب غرفتي. أنا طفشانة. آها، ليش ما أتصل بسعدية؟ بتفرج قناة سنو سعدية أحسن. ألو يا سعدية، كيف حالك؟ ألو نورة، أنتي كيف حالك؟ ممكن تيجي تزوريني؟ أكيد راح أجيكي، راح أكون عندك 5 دقايق. مع السلامة. يوم لازم ما أجي كذا، لازم يكون عندي هدية. آها، راح أخذ لها إكسسوارات من الخرز الملون، الحين رايحة أجيبه. وش أسوي لها من هذا الخرز؟ هي تحب الورود ولا تحب الفواكه؟ بختار لها الفواكه عشان هي تحب الفواكه، إن شاء الله تعجبها. هي طبعا تحب فاكهة التنين، قالت لي. صنعت لها طقم ومن السلسلة والسوارة والخاتم والحلقان، إن شاء الله تعجبها. الله، إن شاء الله يعجبها نورة، مرة حلوة. أتوقع راح تقول لي شكرا. لا 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 لا. إيش هذه العصاية الذي لها وويض مشع؟ واو، باخذها معي عند بيت خالتي نورة. وصلت بيت نورة والحين بدق الجرس، إن شاء الله تعجبها الهدية. الباب يدق، أكيد هذه سعدية. يا سعدية، مرة وحشتيني. وانتي مرة وحشتيني، جبت لك اكسسوارات. شكرا يا سعدية. عفوا، زارتنا البركة يا سعدية. الله يحييك يا نورة. شوفي الحين يا سعدية وش جبتي لي. شكرا يا سعدية، مرة عجبتني. عفوا، كيف عرفتي اني احب فاكهه التنين؟ لانك كل يوم اشوفك تاكلي فاكهه التنين اول شيء، وثاني شيء انت قلتي لي. اوكي، الحين هذه سويتها باسبوعين، تخيلي. اوكي. ايش هذه العصاية يا سعديه؟ مره حلوه، من وين جبتيها؟ ما أدري، لقيتها بالشارع وأنا جيتك. آها، شكلها مرة حلو. 1 2 3. واو، إيش قاعد يصير فيني؟ واو، وجاب عندكم نورة سعدية. يمه وش صار؟ 1 2 3. يمه وش صار؟ وش جبت اللومي هنا يا سعدية؟ والله ما أدري. الله، طلعت العصاية سحرية، راح أصنع كثير من الإكسسوارات الخرز الملون. سعدية، أبى أجرب شيء فكرت فيه. 1 2 3. واو، كيف سويت كذا يا نورة؟ كيف؟ بس ترجع عصايتي وأحقق كل أحلامي. لقيتها. والله لا حولت عصفورة. 1 2 3. سعدية حولتني العصفورة. وين شعري؟ وين يدي؟ وين رجولي؟ ليش كذا يا سعدية حولتيني؟ ما بكون عصفورة. أخيرا انتقمت منها، ما حد راح ياخذ عصايتي. لازم أروح بيت خالتي نورة عشان أشوف وش السالفة. مين رجع الحين؟ إذا فتحت النور راح يكشفني. راح أفتح الباب وعلى طول
احوله الى عصفورة. جيتك. ايش فيه ما يردوا؟ ايش فيه؟ شكله مريحين ولا لا؟ يلا يلا جاي حياك أمّا. وش قاعد يصير فيني؟ وين أنا؟ وش هذا القفص؟ ومين أنتي؟ وليه ريشي أصفر؟ هذا أنت يا سلوم؟ هذه أنا نورة، سعدية حولتنا عصافير. أما عاد حولتنا عصافير، كيف نرجع مثل ما كنا؟ المين يا نورة؟ والله ما أدري يا سلوم، يا رب نرجع مثل ما كنا. يا رب يا رب. الحمد لله زكيت منه، حولت من نور وسلوم عصافير. الأجواء حلوة، خليني أروح ألعب مع صالح. صالح اطلع العب معي، ما عندي احد، انا وحيده. ماني فاضي لك وما العب مع اطفال. وايش تبغي؟ ما عندك اصدقاء انت؟ جايه للاولاد؟ مو روحي عند نوره، انا ما العب معك. طيب طيب ما تبغى تلعب معي يا صالح؟ هيا واحد اثنين ثلاثه. سعديه استموتي فيني. وايش صار؟ ايش اللي حصل؟ سعدية ليش حولتيني بطاطا؟ سعدية! ياي! اشتقلت لنورة وسلوم وصالح. كيف يرجع؟ بطلع الشارع واروح ادور لي اصدقاء جدد عشان يسلوني، انا وحيده. مين انتي؟ مين انتي؟ وكيف اخذتي عصايتي؟ اللي معك هذه عصايتي. انتي مين؟ انا الساحرة ماروكا، واللي في ايدك هذه عصايتي، لو سمحتي رجعي لي اياها. لا، هذه عصايتي وانا اول لقيتها بالشارع، ما راح اعطيك اياها. كيف اخذت عصايتي؟ رجعيها لي. فكيني فكيني، كيف سويتي فيني كذا؟ ما راح أفكك إلا إذا تعلمتي درس حب المشاركة مع الأصدقاء، وما تأذي أحد ولا تكوني أنانية. خلاص توبة توبة، فكيني توبة، اتعلمت أكبر درس. الحمد لله الحمد لله، صرت حرة. شكرا يا الساحرة ماروكا، هالمرة ما راح أكون أنانية. يلا تعالي نرجع أصحابك مثل ما كانوا. يلا نرجع سلوم ونورة مثل ما كانوا. الحمد لله رجعنا. الحمد لله إنه كان حلم مجعس. فاني مرة ما راح أكون أنانية، راح أكون أشارك الناس أصدقائي، ما أكون مغرورة أنانية. الحمد لله.